خليني في البداية أسألك سؤال بعد الاقتباس. طبعا الكتاب بشارة يوحنا في الإنجيل المقدس مكتوب: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. بنفس الإصحاح، في الإصحاح الأول في آية 14 مكتوب: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق. لهذا الموضوع لعديد من المشاهدين غير مستساغ أو غير مرغوب فيه، أو كأنه إنه الله صعب إنه يتخذ جسد. شو هو مفهوم التجسد؟ مفهوم التجسد إنه الله الكائن الروحي الغير مرئي، لأن الله روح، أي هو كائن ذو طبيعة روحية ليس ذو طبيعة جسدية زينا، زي الملائكة كائنات روحية طبيعتها روحية وليست طبيعة مادية. فالغير مستساغ أنه الناس تشعر أنه إزاي الله هذا الكائن الروحي أصبح له جسدا. ففي فكر الناس أنه ده مش كويس، لأنه ناس كتير أو بيفكروا أن الجسد شر، أنه كون أن أصبح لي جسد معناها أن ده شر ونجاسة، وده طبعا تعليم شيطاني عشان ينظر إلى الجسد باعتباره شر ونجس. فمش متخيلين إزاي أن الله الكائن الروحي القدوس يصبح له جسدا نجسا ذو شر، فده بيخلي ناس كتير قوي بيرفضوا الفكرة. تاني حاجة بيظنوا انه بالتجسد الله الغير محدود صار محدودا، بما اني شفته في هيئة انسانية قدامي اهو، فهم متخيلين انه اصبح محدود زي الانسان، وده احنا مش بنقول الكلام ده.